يعني أنا بصراحة راسي دار. هذه المنطقة ثرية ثقافياً، تاريخياً، عرقياً، ودينياً، حضارياً. لا غرابة في أن يستغل أعداء المنطقة هذه الاختلافات، أكرر، لا غرابة في أن يستغل أعداء المنطقة هذه الاختلافات الجميلة والتنوع الجميل لزرع الفرقة والشقاق بين الجيران. طبيعي، هذا طبيعي جدا، لأن كل عدو يدخل إلى أرض يحاول زرع الفتنة والفرقة بين أهلها. ضمن ماذا؟ ضمن مبدأ الكل يعرفه، فرق تسد. ولكن الأهم من هذا كله هو نحن وأنتم، الخيار لنا كيف نتصرف في الأزمات. يعني هل تنزع فتيل الفتنة بالتعاون والتعارف والتزاور لتصنع تنوع يشكل لوحة جميلة تفتخر بها أمام العالم والأجيال القادمة، أم تنجرف وتسمح بالانفجار وأن يهدم المنزل الذي يعيش فيه الجميع؟